اوكي، احنا بدأنا دلوقتي ريكوردينج. ف يعني الكلام اللي فات ده يعني احتراما للناس اللي كانت موجودة، فطبعا حبيت ان انا اوجه لهم الشكر بشكل خاص وليهم. نبتدي دلوقتي يعني، او الريكوردينج بتاعنا دلوقتي بدأ. ففي حاجة مهمة، ويا ريت كمان لو ينفع ممكن اشير الكام بتاعتي بحيث ان انتوا على الاقل تشوفوني، ما شفتونيش امبارح. هل شايفين الكاميرا؟ هل الكاميرا واضحة؟ أو يعني ممكن نسأل فاضية لو واضحة واضحة يا كريم. أوكي تمام. خلاص أوكي، ممكن تنزلوا ليكم. من المفترض بعد المعلومات اللي أنت خدتها امبارح إن في حاجة ممكن تبقى فوق وتحت في نفس الوقت، أو مثلا يمين وشمال في نفس الوقت، فأنت المفروض تبقى نوعا ما شفت. لو أنت مش مصدوم، في حاجة غلط. انت كده لسه مستوعبتش مدى البوتنشال اللي قدامك ومدى الكومبلكسيتي كمان اللي انت بتتعامل معاها. ف لازم تاخد بالك جدا من النقطة دي، انك لو انت لحد دلوقتي مش مصدوم، مش حاسس ان في حاجة مش طبيعية، يبقى انت كده لسه ما فهمتش او لسه مستوعبتش. فارجوكم حاولوا تستوعبوا كويس جدا يعني ايه ان انت عندك سوبر بوزيشن. انا عارف طبعا احنا ما اتكلمناش في الفيزيكس كتير، ولكن على قدر الامكان حاولوا اللي دي تستوعبوها كويس، او يعني شوفوها من ناحيه الفيزيكس، او افتكروا حتى الفيزيكس بتاعت ثانويه عامه لو الله اعلم بقى اتلغت او ما اتلغتش. يعني حتى لو اتلغت اتليست معاكم الكتب، ممكن الناس يعني الهاي سكول ستودنتس المفروض يبصوا عليها. ده امر مهم يعني. في حد رفع ايده؟ ثانيه، كان ماجد. ثانيه واحده. تمام. ممكن دلوقتي تفك المايك، اتفضل. هو بالنسبة للحتة بتاعت السوبر بوزيشن، هو عشان أكون يعني متأكد، هو مقصود إن أو إحنا لو مثلا أي ترابينج، بيبقى مقصود إن الإلكترون عبارة عن ويف، بيبقى موضوع يعني بيبقى ويف فانكشن، والويف فانكشن دي مش بتبقى لوكلايزد في مكان معين، بعد كده بيحصل لها كولابس ساعة الميجرمنت. بص، انا هتكلم في الفيزيكس بتاعت الهايزنبرج دلوقتي على طول، فما ما تقلقش يعني، هجاوب على سؤالك، ما تقلقش. انا كده كده داخل على سؤالك. تمام. تمام اوكي تمام. ثانيه واحده، نيوت كده تاني. اوكي. بالنسبه بقى للجزئيه بتاعت الفيزيكس اوف هادامارد نفسها، او يعني ايه انك تبقى في سوبر بوزيشن. حته السوبر بوزيشن دي كان عليها خلاف كبير جدا اصلا وقت الـ وقت الـ وقت وقت بدايه الكوانتم ميكانكس ان جنرال. زمان ما كانش بيتقال عليها فيزيك، كوانتم فيزيكس كان بيتقال عليها كوانتم ميكانكس. ده رقم واحد. رقم اتنين، بسبب حاجه زي السوبر بوزيشن، شرودنجر اصلا في النهايه خالص ساب الفيزيكس وراح للبيولوجي، يعني اشتغل في البيولوجي في النهايه. يعني الراجل جاب اخره. ف هي حاجه مش منطقيه. لو انت مثلا كتبت المعادله زي مثلا ما شرودنجر فضل شغال ويكتب في المعادلات لحد ما وصل للمعادله بتاعته، وبعد كده قال لك الله ده المعادلة دي هي صح ماثيماتيكلي، هي مظبوطة، بس دي الفيزيكال مينينجز بتاعتها تودي في داهية. طب ازاي؟ هو ذات نفسه ما كانش مستوعب، ما يعني يعني ما كانش مبسوط بالنتيجة اللي هو وصل لها. لكن يعني تعالوا نقرب الموضوع يعني بشكل بسيط، والحياة اليومية بتاعتنا. أكيد كلنا طبعا عندنا واي فاي في البيت، أو راوتر بمعنى أدق. الراوتر ده احيانا بيبقى فيه حاجه اسمها انتنه، واحيانا ما بيكونش موجود الانتنه، بتبقى يعني او الاريال ده ما بيكونش موجود، وبيبقى اوريدي انتجريتد جوه الراوتر نفسه. او زي مثلا الموبايلات بتاعتنا جواها انتنه، تمام، او الشريحه ذات نفسها تعتبر يعني هي جواها الاريال، وبتستقبل المكالمات والكلام ده كله. ايه العلاقه بتاعت الانتنه او الاريا بالموضوع؟ الفكره كلها انك حاول على قدر الامكان كده يعني تغمض عينيك، ومره واحده كده تقوم ايه وتتخيل ان الدنيا سودة،
وتخيل كده ان انت في البطاريه القلم اللي هي 1.5 فولت او البطاريه الكبيره دي اللي هي بتبقى 9 فولت تمام، وفي سلك موصل بيه البطاريه سي مثلا وموصلها بلدية صغيره او بلمبه صغيره. حاول على قدر الامكان انك تحط نفسك، والسلك ده طبعا نحاس، النحاس معروف اللي هو فلز والمعروف اللي هو بيوصل كهرباء، فحاول على قدر الامكان ان انت تحط نفسك مكان الالكترونات اللي موجوده في حاجه اسمها الكوندكشن باند. الناس طبعا اللي ما درستش سيمي كوندكتورز ممكن الحته دي عندهم تبقى رخمه شويه، ولكن هنبسطها بكل سهوله. كلنا في ثانويه عامه و اه في ثانويه عامه سواء كفيزيكس او ككيمستري درسنا ان في حاجه اسمها اوربيتالز. الاوربيتالز دي بتبقى في حاجات، في حاجه اسمها فيلانس باند، او اللي هي المنطقه اللي بيحصل فيها التكافؤ او الترابط ما بين مثلا ذره وذره تانية او مولكيول مولكيول تاني، وفي حاجه اسمها كوندكشن باند. الكوندكشن باند دي بتبقى اعلى شويه من الفيلانس باند تمام. الطبيعي في الذات ان الالكترونات كده كده او منطقه الكوندكشن باند والفيلانس باند الاثنين بيبقى فيه ما بينهم اوفرلاب، بيبقوا قريبين من بعض ما بيكونش بعاد. اللا في الذات اللي بيبقى عوازل كهرباء الفيلانس باند بتبقى تحت خالص تمام، والكونتكشن باند بتبقى فوق خالص. يعني على سبيل المثال الخشب علشان مثلا يوصل كهرباء فانت بتضطر تابلاي عليه فرق جهد كبير جدا 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 جدا. ليه؟ علشان تجبر الالكترونات اللي هي تتحرك من مكان لمكان تاني. لكن الفلزات العادية انت مش مضطر تعمل الموضوع ده، انت حتة حجارة صغيرة تخلي الالكترونات تتنطط وتتشقلب في مكانها وتبقى جايب اخرها كمان. ولو السلك رفيع جدا كمان ممكن تلاقي السلك مع مرور الوقت بيسخن، السلك بيسخن علشان كده مثلا الأجهزة كمان بتسخن يعني. ف ايه اللي بيحصل بالظبط للإلكترون في حالة زي دي؟ بكل بساطة هو الراجل قاعد يعني زي ما بيقولوا كده ايه، مستريح ريلاكس تماما مفيش اي مشاكل خالص والدنيا حلوة معاه. قيس فجأة واحد وهو مش واخد باله جه اداله 100 قفا على سهوة، انت ممكن تعتبرها كده حرفيا اداله 100 قفا على سهوة. فأبسط حاجة هينط من مكانه وهيجري عايز يلحقك بقى يجي وراك يعمل أي موقف، فأنت حرفيا بتديله شوك، بتبقى شوك كبيرة جدا. فهو بيبقى قدامه حاجة من الاتنين، يا إما يعمل جامب من الليفل بتاعه لحتة عالية جدا تمام، أو يتحرك رايح جاي. طيب لو هو هيتحرك رايح جاي ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنت موصل للدايرة بتاعتك وقفلها. طب لو هيتنطط مكانه وهيحصل له اوسيليشن، ده معناه ان انت حاطط فرق جهد متغير او اللي هو ايه اي سي فولتج او اللي هو التيار الكهربي العادي اللي بيبقى ماشي في البيوت. طيب الاوسيليشن اللي بتحصل دي هل هي مثلا الاوسيليشن دي بتخليه يطير بره؟ لا، هو ما بيطيرش، ما بيطلعش بره السلك، ولكن اللي بيطلع من السلك او بمعنى ادق بقى من الانتنه دي انت كده كده بتبقى مدخل لها شحنه معينه وبطريقه معينه وبفريكوانسي معينه او بتردد معين، بتجبرها في النهايه خالص ان بسبب حركه الالكترونات طالع نازل في مكانه بيبتدي هو بعد ما هو اكتسب طاقه وطلع يعني الكوندكشن باند فوق، لما بيبتدي هو نازل بيبتدي يفقد انرجي. الانرجي دي بتطلع على حاجه اسمها فوتونز، فوتون ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس بتبتدي تتكون لك حاجه اسمها الكتروماجنتيك ويف. الكتروماجنتيك ويف دي اللي هي ماشيه حوالينا واللي بسببها دلوقتي مثلا الواي فاي يعتبر بعيد شويه عني، او بمعنى ادق انا مش مستخدم طبعا الواي فاي بتاع البيت عشان اعرف اشتغل معاكم، فانا مش يعني مستخدم الهوت سبوت. فالتليفون ده مثلا لو دخلت الاوضه الطبيعي جدا ان على ما الويف توصل من الاوضه لحد مثلا المكان اللي انا قاعد فيه وتمسك في اللاب، فكل ده ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل اتنويشن وعدد الفوتونات تقل والكلام ده كله. طب انا علشان عايز اوصلهم ببعض او اقربهم من بعض، او مثلا لو انا عايز ابعد التليفون جدا مثلا وخلي اللاب بعيد وفي نفس الوقت الكونكشن تبقى قويه، ففي حاجه من الاثنين، يا اما اخلي الانتنه بتاعت اللاب قويه جدا بحيث ان هي تقدر تلقط الحاجات الضعيفه، او اخلي الانتنه بتاعت التليفون قويه جدا بحيث ان هي تقدر تعمل برودكاستنج لمسافات ابعد وابعد. اوكي طيب ايه علاقه ده برضو كله بالكوانتم هاردوير؟ يا دكتور، دكتور رشا عايزة تسأل حضرتك. دكتور رشا حضرتك ممكن تتكلمي، اتفضلي. دكتور رشا حضرتك ممكن تتفضلي.
اه في يعني. دكتور رشا حضرتك ممكن تتكلمي اتفضلي. طب ضحى او نورهان، هي دكتور رشا رفعت ايديها. ممكن تكون غلطة يا كريم. طيب اوكي ماشي، ما فيش مشاكل. نكمل. فالمهم، ايه علاقة الانتنة بالالكترون بالكلام ده كله؟ الكوانتم هاردوير باي ذا واي، الكنترولينج اللي بيتم عليه، او سواء كانت بقى ايونز او سواء كانت سوبر كونتاكتنج كيوبيتس، بيتم التعامل معها على هيئة بلصات او مايكرويف، او مايكرويف، حاجة اسمها مايكرويف بلسز، او بمعنى ادق الكترومغنيتيك ويفز، بتدخل بتغير البولاريتي بتاعه، سواء اذا كان سوبر كونتاكتنج سيركت او سواء كان ايون ترابس او وات ايفر الاركتكتشر اللي موجود. تمام. برضو ازاي احنا مثلا هنشوف النهارده، احنا هنكتب كود بعد ما بنكتبه، بعد كده يبقى كيس كيت من جواه بيقوم واخد الكود ده بيحوله لشويه انستراكشنز، هنشوف برضو الانستراكشنز دي مع بعض، بعد كده بيغير الانستراكشنز دي لحاجه تتناسب مع الهاردوير، بعد كده احنا لما بنبعتها للسيرفر بتاع، او يعني يعتبر الكوانتم كمبيوتر، فهو اللي بياخد الانستراكشنز دي بالشكل بتاع السيركت، وبيبتدي يبرمج يعني نقدر نقول شبه مثلا الانتنز عندنا، او الحاجات اللي بتطلع المايكرويف بالسز دي، بيبتدي يبرمجها بطريقه معينه بحيث اللي هي تدي بالس بقوه معينه بفيز معين، بحيث اللي هي تحرك الكيوبيتس بطريقه معينه، بحيث مثلا انا اديت الكيوبيت ده انرجي عاليه شويه، ده اديته انرجي قليله شويه، طب ده معناه ان انا هخلي مثلا ده يبقى يروتيت كده، او ده هيروتيت بالمنظر الفلاني. نفس الموضوع ده بيحصل للكوانتم هاردوير. من الاخر انت بتبقى عندك دايره، او عندك ديفايس موجود في درجه حراره قريبه جدا من الصفر كلفن، عمرها طبعا ما بتوصل للصفر، بس بتبقى قريبه جدا من الصفر كلفن، وبتبقى منتظره مجرد بلصات تجي لها، بحيث ان هي تدي لها شويه انرجي تطلع من الجراوند ستيت بتاعتها، او بمعنى ادق من حاله الركود بتاعتها، زي مثلا الالكترونيك كده في السلك، ده نفس الموضوع. طيب لما هنيجي نتكلم على مثلا الهادمرد، ايه اللي بيحصل في الهادمرد بالظبط؟ انا بدي للكيوبيت انرجي تكفيه، اللي هو يا اما يتنقل، يعني يا اما هو يفضل قاعد في الجراوند ستيت بتاعته، او يجمب للابر ستيت. فانت عندك البروبابيليتي انك يا اما تشوفه تحت يا اما تشوفه فوق، لكن هو عمره ما هيبقى موجود في النص، مستحيل يكون موجود في النص، دي يعني فوربيدن اريا، ما ينفعش يجي فيها خالص، ما ينفعش تلاقي كده الكترون قال لك ايه لما اخد كده ريست في الطريق من الاستيت اللي فوق للاستيت اللي تحت، او مثلا من الدور اللي فوق للدور اللي تحت، اصلا انا مش قادر انزل السلم او اطلع السلم، فيريح في النص، دي مش موجوده، ما فيش الكترونات بتفضل موجوده ايه في النص، ولكن الترانزيشن دي بتحصل. بتحصل، والترانزيشن ده في وقت من الاوقات زمان كنا بنقول اللي هو انستانتينيوس، او لحظيا على طول في ساعتها، من يعني على طول كده، لكن يعني من حوالي ممكن نقول حوالي شهر، يعني في ريسيرشرز، او يعني يعتبر الليدر بتاع الريسيرشرز دولت، واحد اسمه زلاتكو مينيف من اي بي ام، قدروا ان هم يلاحظوا ان الترانزيشن اللي بتتم دي مش لحظيه، ولكن فعلا بتاخد شويه وقت انك تطلع من جراوند ستيت لستيت اكسايتد. فيا اما انت بتبقى موجود تحت، يا اما انت بتبقى موجود فوق، ده على حسب البروبابيليتي بتاعتك بس، لكن ما فيش حاجه انت بتبقى موجود في النص. دي الفيزيكس بتاعت الكيوبيتس، وبكره الحاجات دي يعني هتبقى بالتفصيل الممل اكتر واكتر واكتر، وكمان ممكن الترمينولوجيز اللي انا قلتها يمكن نوعا ما حاولت ان انا اقربها على قدر الامكان، لكن بكره الترمينولوجيز يعني هتبقى في الجون يعني. نخش على الاجنده بتاعت النهارده. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها ميجرمنتس، احنا لسه يعني سمعنا عن كلمه ميجرمنت دي كتير بس لسه ما شفناهاش، فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عنها. هنتكلم عن كيسكيت فريم ورك، وهنتكلم عن كوانتم جيتس والكوانتم سيركتس، بس يعني الاشكال بقى عامه وازاي بتعملها ابلاينج، وهنقعد نكود كتير مع بعض. ف يفضل من دلوقتي
يعني يفضل يعني ان انتوا تفتحوا اناكوندا، الناس اللي منزله اناكوندا تفتحها وتجهز نفسها، اللي هي على الاقل تكتب معايا شويه في الكودينج، اوكي، علشان يعني يعتبر السيشن بتاعتي تعتبر بنسبه كبيره جدا مش سيشن نظريه على قد ما هي يعني زي ما بيقولوا كده يعني هاندز اون او براكتيكال سيشن اكتر منها من اللي انا اقعد اشرح من سلايدات يعني. بالنسبه للميجرمنتس، احنا امبارح اتكلمنا عن حاجه اسمها الانر برودكت، وبرده النهارده شفنا الانر برودكت ممكن يطلع ايه ونستفيد منه ازاي يعني. فلو احنا سي عندنا مثلا ده احنا النهارده عرفنا ان دي حاجه اسمها البرو وده كده يعتبر الكيت. فلو انا عايز اجيب الانر برودكت ما بين تو فيكتورز، اوكي، فبيبقى عندي الشكل ده، الشكل ده اللي هو اسمه الانر برودكت، بيبقى عباره عن السمشن بتاع كل element في التاني، كل element في التاني، يعني السمشن بتاع الاليمنت الاول في الاليمنت الاول من الفيكتور التاني وهكذا. ولو تلاحظوا ان طبعا السمشن في النهايه ده لازم هيديني في الاخر ايه؟ سكيلر، يعني فيكتور في فيكتور او الانر برودكت يعني بتاع تو فيكتورز هيديني في الاخر سكيلر، مش هيطلع لك فيكتور مثلا، مش هيطلع لك ماتريكس. فخدوا بالكم من الحاجات دي وانت مثلا بتكود او وانت بتكود ما ينفعش مثلا تعمل انر برودكت ما بين تو فيكتورز وتلاقيه مثلا طلع لك ماتريكس، يعني مش دي ما يعني لا لا كده انت توقف نفسك كده تقول لا احنا في حاجه غلط. دي نقطه. لو بتلاحظوا تحت بالنسبه لل مثلا الفيكتورز ال1 وال0 لما بنيجي نعمل ما بينهم دوت برودكت بيطلع لك بصفر. حد يقدر يقول لي انا استفدت ايه مثلا من حاجه زي كده؟ يعني حد يرفع ايده ويقول لي استفاد ايه لما يعرف ان الواحد في الواحد بالصفر الفاينل برودكت بتاعهم زيرو في اتنين؟ اوكي، يوسف جبر، تمام يوسف، ممكن حضرتك تفتح المايك اتفضل. ايوه تمام. هي اوريدي مكتوبه، بس يعني موضوع الاورثوجوناليتي ده مهم جدا في الماتريكس، يعني الماتريكس اوبريشنز وكده وفي الفيكتور اوبريشنز. فيعني لما بيبقى الضرب اثنين فيكتور في بعض بيدي صفر اللي هو الدوت برودكت، يعني بيثبت لنا ان هم اورثوجونال يعني في البيت يعني. ماشي، قولها بالعربي اللي هو بمعنى هو يعني عموديين على بعض. عموديين على بعض. تمام مظبوط، تمام اوكي مظبوط، تمام شكرا لحضرتك. نخش على السلايد اللي بعدها. لو احنا مثلا عندنا ستيت كيو كيو 0 مثلا، دي تعتبر سنجل كيوبيت ستيت. عندنا الستيت دي حاله الجراوند بتاعتها البروبابيليتي بواحد على جذر 2، وحاله البروبابيليتي بتاعت الواحد عباره عن اي على جذر 2، ده كده يعتبر اللي هي فيها كومبلكس فيز. تمام، لو انا عايز اميجر البروبابيليتي بتاعت اللي انا احصل على زيرو فهعمل ايه؟ كل بساطه خالص، بجيب الكيت ده او الفيكتور ده على بعضه وبقوم ضربه في الـ في الـ في الـ في الاوتر برودكت، انا اسف، في الانر برودكت بتاع البرو بتاعت الزيرو، اوكي، وفي النهايه خالص هيطلع لي اللي هي ايه؟ بنص. دائما وابدا ما تنسوش ان القيمه اللي هتطلع في الاخر من الميجرمنت دي انا باخد السكوير، باخد السكويرد ابسوليوت فاليو، سكويرد ابسوليوت فاليو. تمام، فاستاذنكم كده لو يعني بمجرد النظر، بمجرد النظر، لو انا حابب اشوف البروبابيليتي بتاعت الواحد تفتكروا هتطلع كام؟ محمد ابو العيله، اوكي، اوكي محمد ابو العيله حضرتك ممكن تتكلم دلوقتي. البروبابيليتي بتاعت الواحد هتبقى نص. اوكي ليه بقى؟ يعني ليه الاي دي مش هتاثر معايا في حاجه؟ علشان كده كده احنا بناخد الابسولوت فاليو سكويرد، فبناخد اوكي يعني ابسولوت فاليو، فاحنا كده كده بناخد الرقم الايجابي. وبعدين بناخد بنضرب نفس الرقم ده، يعني بنضرب i على square root of 2، ف i over square root of 2، ف
ده هيبقى نص او نيجاتيف هاف يعني وبعدين بناخد الابسولوت فاليو بتاعه فيبقى هاف. تمام شكرا لحضرتك. طيب قبل ما هو ماشي من قدامي. طيب هل كل الناس تقدر يعني مثلا اوبريشن زي دي هل نقدر اللي احنا نعملها بالبايثون او هل جربتوا امبارح تشتغلوا شويه على البايثون ولا لا؟ طب الناس ترفع عليها. طيب كده اللي جرب حتى يشتغل اي حاجه في اي حاجه. يوسف تمام اوكي ماجد حلو. طب نجرب ماجد المره دي. طيب انا ما اظن كان ثانية فكرة اعمل ميوت للكل. اوكي مثلا مصطفى محمد. مصطفى محمد حضرتك ممكن دلوقتي تفك المايك. حضرتك ممكن تفتح المايك قصدي. حضرتك ممكن تفتح المايك. الو الو اوكي حضرتك ممكن تفتح المايك والله. طيب ما علينا. ببساطة شديدة احنا هنكريت array للزيرو هنكريت array تاني للواحد تمام. بعد كده هنضرب واحد على جذر اتنين في الصفر وواحد اي على جذر او تعتبر بقى في البايثون هتبقى الجي. بعد كده هنستخدم الـ at operator زي ما شفنا امبارح او الدوت يعني براحتكم يا ده يا ده وحته الابسوليوت كده كده تكتب بس كلمه اي او يعني ثلاث حروف اي بي اس وهيطلع لك الابسوليوت فاليو على طول وده احنا كده كده هنشوفه يعني مع بعض. طيب مراجعة كده برضو سريعة علشان هنشوف الكلمة دي كتير فانا حبيت بس اللي احنا يعني الميك شور اللي احنا فاهمين يعني ايه كلمة يونيتيري ماتريكس بس لو احنا عايزين نثبت او نتأكد ان في الماتريكس اللي قدامنا دي يونيتيري المفروض نعمل ايه؟ هتضربها في الكونجكت بتاعها بس كده. فيعني ادي الاوريجينال ماتريكس وادي اليونيتيري ادي الكونجكت بتاع الماتريكس ضرب الاثنين في بعض لو ادالك ايدنتيتي اذا احنا نقدر نقول ان طالما الكونجكت بتاع الماتريكس بيساوي الانفرس اذا هي يونيتيري ماتريكس. طيب لو الكونديشن دي ما اتحققتش دي مش يونيتيري ماتريكس. تاني يا جماعه لو انت عندك الكونجكت بتاع الماتريكس بيساوي الانفرس بتاعها دي بقت يونيتيري او لو انت ضربت الماتريكس في اليونيتيري بتاعها لازم يدي لك ايدنتيتي. لو ده ما حصلش الماتريكس اللي انت شغال عليه دي مش يونيتيري وده هيريحنا فيما بعد يعني او بمعنى ده لما مثلا تيجي تشوف اي كوانتم اوبريشن او اي كوانتم جيت هتعدي عليك لازم تبقى يونيتيري جيت. مستحيل ما تبقاش يونيتيري مستحيل لازم تبقى يونيتيري. مش عارف في ثلاثة رفعوا ايديهم بس نشوف مثلا تاني مصطفى محمد نديله فرصة. مصطفى محمد حضرتك ممكن دلوقتي تتكلم. المايك كان معلق يعني بس انا في سؤال بسيط كده بالنسبه للطريقه معالجه البيانات بالنسبه للكمبيوتر العادي والكمبيوتر الكوانتم الطريقه هناك مثلا من ناحيه الاحتمالات بيكون واحد او صفر هنا الاحتمالات بتكون ازاي بس يعني كده هنا الاحتمالات بتبقى ايه الاحتمالات في ناحيه الكوانتم بتكون ايه يعني هناك الاحتمال يا صفر يا واحد وعلى كده الكمبيوتر بيبتدي المعالجه تمام الاحتمالات بتكون عندي بالنسبه للكوانتم كمبيوتر ايه بيكون نسبيه يعني مثلا 1% 10% 20% 30% كده كده في الكوانتم كمبيوتر بس لو تقفل المايك عشان في ده جنب تمام متشكر لحضرتك
كده كده الاوتبوت اللي بيبقى طالع من الكوانتم سيميليتور اللي احنا بنبقى شغالين عليه سواء على اللاب بتاعنا او سواء على الـ على الـ على اي بي ام هيدي لك صفر واحد، مش هيدي لك حاجه غير صفر واحد. طيب اما الاي مثلا لو رجعنا بالسلايدز اللي ورا كده، ايه بقى النص اللي بيطلع ده مثلا؟ او ممكن بدل ما يطلع نص كان ممكن يطلع قيمه تانية او وات ايفر يعني زي ما بيقولوا الاكسبكتيشن فاليو اللي طلعت. يعني لو اللي درس فيزيكس هيبقى فاهم قصدي يعني في الاكسبكتيشن فاليو ايه، يعني ايه نص بقى مثلا؟ ممكن يطلع 2 من 10، ممكن يطلع 1 من 10، ممكن يطلع سالب، يعني على حسب الاكسبكتيشن فاليو بتاعتك ايه بالظبط. دي حاجه اسمها اناليتيكال اناليتيك اكسبريشن، او بمعنى ادق بيبقى في كده حاجه اسمها اوبزرفابل، او بمعنى ادق بيسز كده معينه انا بميجر عليها، والبيسز دي على حسب ممكن تخلي الستيت يحصل لها بروجكشن على منطقه معينه في السبيس. فلما انت بتعمل الموضوع ده ممكن تطلع لك عادي جدا النتيجه، ممكن تطلع بايا كان الفاليوز، ودايما الفاليوز بتاعتها هتبقى باوندد بحاجه اسمها ايه، يا اما البوزيتيف ايجن فاليو بتاعت الاوبزرفابل او النيجاتيف ايجن فاليو بتاعت الاوبزرفابل. انا عارف ممكن الكلام ده يبقى نوعا ما مرمي ناحيه الفيزيكس اكتر، ولكن ده اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي حاليا اللي هي ايه، اناليتيك اكسبريشن. لكن الكوانتم كمبيوترز نفسه او الكوانتم سيميليتر اللي احنا شغال عليه هو هيطلع لك صفار وحايد، هو هيحول الاناليتيك اكسبريشن ده لصفار وحايد، ومش مطلوب مننا حاجه اكتر من كده خالص. يعني ما لكش دعوه بحته الاناليتيك اكسبريشن. تمام. نعم حضرتك. اوكي تمام خلاص. اوكي شكرا. في ماجد رفع ايده. تمام. استاذ ماجد حضرتك ممكن تتكلم. ايوه هو انا كنت عايز اقول حاجه علق على السلايد اللي هي اللي بعد دي. ان هي اليونيتيري ماتريكس بيبقى الانفرس بتاعها مش الكونجكت، بيبقى المفروض كونجكت ترانسبوز. هو الفكره في الاكزامبل ده ان الماتريكس اصلا كده كده سيمتريك. ثانيه واحده بس على الناس، يعني لو حضرتك عندك معلومات مفيش مشاكل، انا واخد اكزامبل بسيط جدا اوكي وبطبق عليه حاجه. تمام. حته الكونجكت ترانسبوز ده مثلا لو احنا مثلا عايزين نتكلم على كوانتم سيستم، لكن في الحاله اللي موجوده عندي دي دلوقتي دي سيمتريك ماتريكس عاديه، فانا بطبق على اكزامبل بسيط، مش عايز اصعب الامور على الناس لا اكتر ولا اقل. وبرده في نفس الوقت حتى في الاكزامبلز اللي احنا هنبتدي نعمل عليها كودينج برده هتبقى حاجات بسيطه. فيما بعد انت كده كده غصب عنك وانت ماشي هيحصل لك اكسبوجر لحاجات كتير، فلو حضرتك عندك معلومات يعني كتر الف خيرك اللي حضرتك بتشاركها معنا، ولكن يعني لازم نراعي الليفلز بتاعت كل حد. مش كل الناس هيبقى واخده بالها ان دايما في حاجه اسمها كونجكت ترانسبوز او كونجكت بس او ايه الحكمه يعني. وفي بعض التكست بوكس بالمناسبه او الستاندرد العاديه في اللينير الجبرا بيستخدموا الستار وخلاص، لكن مثلا في الـ في الـ في الكوانتم تكست بوكس مثلا هتلاقيهم مش بيستخدموا الستار دي خالص، بيستخدموا حاجه اسمها الدجر. امبارح اتكلمنا عنها والنهارده برضو هنشوفها. الدجر هنا اللي هو الكونجكت ترانسبوز زي ما حضرتك ما قلت. فانا بحاول على قدر الامكان ان انا اجيب اكزامبلز من حاجات يعني الناس تقدر لما تيجي تبص على حاجه في اي كتاب عادي تقول لا انا شفت الاكزامبل ده دي حاجه شبهها بس. فتاني مرسي لحضرتك، وبرضه لازم نراعي ان في فروقات في انا بس كنت خايف يبقى في مس اندرستاندينج بس في الموضوع. لا لو انا لو الموضوع اول مره اتعرض له ان انا اشوف ان اليونيتيري ماتريكس والانفرس بتاعها هو كونجكت، بعد كده ما الاقي يعني الاقي الديفينيشن اختلف بعد كده قدامي. لا ما تقلقش، ما يعني اول لما حضرتك ما الناس تتعود بس ان في حاجه اسمها ستار، لان كانت في ناس اشتكت ان في يعني في ناس مش عارفه يعني ايه ماتريسيز، في يعني في 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 فروقات يعني في فرق في السرعات زي ما بيقولوا، فالناس بس تتعود على يعني ايه كونجكت، بعد كده الكونجكت ترانسبوز و الى اخره، بنطلع بس ستيب باي ستيب. ف يعني تمام مفيش مشكله. انا برضو يعني لما بتدخلوا في الجزء بتاع اللوجيك جيتس والكمبيوتر مش ببقى مستوعب قوي يعني، لانه مش دراستي يعني.
تمام حضرتك، متشكر جدا للانبوت بتاع حضرتك. ثانية واحدة، نكمل كده. ده تاني بنقول اهو عندنا اليونيتري ماتريكس، ابسط حاجه خالص علشان نتاكد ان دي يونيتري ماتريكس، لو ضربتها في الكونجكت بتاعها هيطلع لك الايدنتيتي. دي ابسط حاجه. هو في معظم الكوانتم جيتس اللي احنا هنشوفها، يعني مثلا كان دكتور رشا يعني تفضلت النهارده وشرحت لنا جيتس كتيره، لو جيت مسكت اي ماتريكس وجبت الكونجكت بتاعها ضربتها في نفسها هتلاقيها بتطلع لك الايه الايدنتيتي على طول. طيب في بعض الكتب، يعني زي ما زميلنا ما قال ان بدل الستار دي بتبقى في حاجه اسمها الدجر. الدجر ده اللي هو بيبقى مش كونجكت بس، بيبقى كونجكت ترانسبوز. اوكي، فبدل ما بتعمل كونجكيشن بس او بتغير الاشاره قدام الكومبلكس نمبر، فانت كمان بتغير، يعني بتعمل الموضوع ده و بتعمل ترانسبوزيشن او يعني بتعمل ترانسبوزنج للاليمنتس، فبتخلي مثلا الرو يبقى كولوم. بس زي ما شفنا هنا ان الميتريكس دي حاجه اسمها سيمتريك. سيمتريك بمعنى ان هما قريبين، او يعني الاوف دياجونال اليمنتس تعتبر شبه بعض، تمام، زي يعني ده يعتبر زي ده. فلما بنيجي نقلب الرو لكولوم فالدنيا بتبقى ماشيه بسلاسه، مش هتحتاج ان انت تعمل ترانسبوز ليها. يعني هنشوف الحته دي اكتر في الاكزامبل اللي جاي على طول، لحاجه اسمها الهرميشن ماتريسيز. الهرميشن ماتريسيز يعني نوع من انواع الماتريسيز، بتبقى ليها بعض الخصائص معينه. اهم خاصيتين ليهم، اول واحده ان دائما وابدا الدياجونال اليمنتس بتبقى ريل نمبرز. الدياجونال اليمنتس دائما وابدا بتبقى ايه؟ ريل نمبرز. ده رقم واحد. طيب رقم اتنين بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، لما بتجيب الكونجكت ترانسبوز بتاعها تمام بيساوي الاوريجينال ماتريكس. فعلى سبيل المثال يعني احنا مثلا عندنا هنا ايه اول ماتريكس، تمام، دي مش هرميشن ماتريكس لان في imaginary number موجود في الدياجونال اليمنت. ده رقم واحد. طيب بالنسبه لبي دي سيمتريك. اوكي، ليه سيمتريك؟ علشان الاوف دياجونال اليمنت الاثنين شبه بعض، فلو جيت حبيت انت مثلا تعمل ترانسبوز ليها هتلاقي ان الزيرو يعني لما تيجي تحول الرو ده وتنزله يبقى كولوم، هتلاقي ان الفاليو دي هي نفس الفاليو دي، والفاليو دي لما تيجي تحول دي لكولوم هتلاقي الفاليو دي لما تطلع فوق بقت هي نفسها. فهي سيمتريك ماتريكس، اولا مربعه او يعني عدد الروز بيساوي الكولومز، والاوف دياجونال اليمنتس زي بعض. اوكي، بعد كده هي مش هرميشن لان الانتري ان ذا فيرست رو اند سكند كولوم از نوت ذا كومبلكس كونجكت اوف ذا انتري ان ذا سكند رو. تمام. طيب لو هنيجي نتكلم على سي، هل حد يقدر يقول لي هل سي هرميشن ولا لا بناء على التو بوينتس المهمين؟ اول حاجه ان الاوف دا او الدياجونال اليمنتس بتاعتك تبقى ريل نمبرز. اوكي، وال اسمه ده الكونجكت ترانسبوز بتاعك بيساوي الاوريجينال ماتريكس. هل سي سيمتريك ولا هل سي هرميشن ولا لا؟ خالد طه مثلا نشوف. خالد طه، حضرتك ممكن تفتح المايك دلوقتي؟ ايوه، هي هتكون هرميشيان. تمام مظبوط. ليه بقى؟ الدياجونال عندنا ريل. حضرتك معلش الصوت بيقطع بس. معلش حضرتك الصوت بيقطع، ممكن تقول تاني؟ كده واضح؟ اه تمام اتفضل. هتبقى هرميشن لان الدياجونال عندنا ريل والكل ماتريكس.
والله حضرتك الصوت بيروح وبيجي، ف يعني ممكن تعيد تاني؟ انا اسف بس يعني لو هنيجي نمسك اول جزء اللي هو الدياجونال اليمنتس مالها؟ الدياجونال اليمنتس كلها ريل. جميل تمام اوكي. والشرط الثاني والكونجكت كومبلكس كونجكت بيدينا نفس ال نفس الماتريكس الاصليه. تمام اوكي طيب خليك معايا بقى. طب لو احنا مثلا هنشوف ماتريكس دي، ايه رايك؟ هل هي هرميشن ولا مش هرميشن؟ ماتريكس ايه؟ ماتريكس دي دي هل ولا هتبقى هرميشن، لان عندنا برضو الدياجونال ريل والكومبلكس كونجكت هي ما فيهاش كومبلكس، فهيبقى الكونجكت هو انها سيمتريك حوالين الدياجونال، فهتبقى هرميشن. اوكي تمام. طيب في كده اكسرسايز لكل الناس يعني، يا ريت لو ينفع او لو حابين تشاركوا يعني. اولا متشكر لحضرتك استاذ طه، هستاذنك بس نقفل المايك تاني. يعني اكسرسايز لكل الناس، الاكسرسايز الاتي يعني او بيقول الاتي: هل كل اليونيتري ماتريسز هرميشن ولا لا؟ وهل كل الهرميشن ماتريسز يونيتري ولا لا؟ يعني لو تقدر ان انت تكتب بروف للموضوع ده از بي دي اف وتبعته على الايميل، وتقول مثلا في الـ وده عامه مش هيبقى اول اكسرسايز، في اكسرسايز تاني يعني، يعني السبجكت بتاع الـ الايميل داي 2 اكسرسايز 2 تمام. تاني السؤال بيقول: هل كل الهرميشن ماتريسز يونيتري ولا لا؟ وهل كل اليونيتري ماتريسز ممكن نعتبرها هرميشن ولا لا؟ اوكي في سؤال تمام. استاذ مصطفى تفضل حضرتك. السلام عليكم يا دكتور، معلش الصوت كان مقفول. بالنسبه معلش يعني لو في جروب واتس هيكون افضل بالنسبه للمحاوره، يعني بالنسبه لو في اي اسئله في اي اجوبه فيا ريت يعني حضرتكم تعملوا جروب. خلاص يعني هنناقش الفكره دي. حاضر والله هنناقش حاضر الفكره دي، بس يعني يفضل خليك يعني معلش لو نقفل المايك تاني انا اسف. يفضل بس لو الـ يعني الاجابات تتبعت بس عن طريق الايميل يبقى افضل شويه، لان حته الواتساب جروب هتتطلب ان يبقى في حد متفرغ شويه للاجابات والكلام ده كله، فعلى الايميل بيبقى افضل. فتاني السؤال اهو للناس: هل كل الهرميشن ماتريسز ممكن نقول عليها يونيتري؟ والعكس: هل كل اليونيتري ماتريسز ممكن نقول عليها يونيتري؟ كل اليونيتري ماتريسز ممكن نقول عليها هرميشن ولا لا؟ تاني: هل كل الهرميشن ماتريسز ممكن نقول عليها اللي هي يونيتري؟ وهل كل اليونيتري ماتريسز ممكن نقول عليها هرميشن ولا لا؟ اوكي نخش على السؤال اللي بعديه. السؤال ده لذيذ يعني، ويعني هيتست مدى الفهم بتاعك او الادراك بتاعك للي انت اخدته امبارح والسيشن بتاعت النهارده الصبح. ليه الايكويشن اللي انتوا شايفينها قدامكم دي يعني valid representation as a single او للسنجل كيوبيت؟ اوكي لو يعني هي السؤال ده بيربط اكتر من كذا حاجه ببعضها، وهو جميل جدا بصراحه، وممكن نسأله بطريقة مختلفة كمان شوية. لو انت حابب تعمل الديفيشن بتاع البلوك سفير، يعني السؤال ده تاني لو احنا حابين نسأله بطريقة مختلفة غير اللي هو ده ليه valid form to represent a single qubit، ممكن نسأله بطريقة مختلفة: ازاي تقدر تعمل ديفيشن للبلوك سفير؟ لو يعني اللي بصراحة اللي حيقدر يجاوب على السؤال ده يعني يعني هنشير اسمه على الجروب و او يعني على البيج، وان شاء الله يعني باذن الله في اي ايفنت قادم يعني هيبقى ليه طبعا الاولويه اللي هو يحضر معانا يعني. فهو سؤال حلو وجميل وهيتطلب بس شويه يعني شويه ماثيماتيكال ديريفيشن كويسين. في سؤال من الاستاذ ماجد. استاذ ماجد حضرتك اتفضل لو حابب تسال.
استاذ ماجد كان كريم، هو مفيش حد رفع ايده، يبقى انا كل شويه بتروح وتيجي. طيب اوكي ماشي، مفيش مشاكل. ف كده يا جماعه عندنا تو اكسرسايزز النهارده. في اكسرسايز موجود في السلايد دي، واللي احنا قلناه هل كل الهرميشن ماتريسيز ممكن نقول عليها اللي هي يونيتري، وهل كل اليونيتري ماتريسيز ممكن نقول عليها هرميشن ولا لا. ده اكسرسايز نمبر 1. اكسرسايز نمبر 2، ليه كل الـ انا اسف، هل ده valid representation للكيوبيت، او ليه ده يعتبر valid representation للكيوبيت. ده رقم واحد. ممكن نسأل السؤال بطريقه مختلفه شويه، وده هيسهل عليك ان انت وانت بتدور على الاجابه، ازاي اقدر اعمل deviation للبلوك سفير. اوكي كده كده الديدلاين علشان تبعت الاجابه بتاعتك ممكن نمدها عادي جدا لحد نهايه السكول، مفيش مشاكل يعني. ماكسيمم لحد ممكن نقول لحد يوم الخميس بالليل الساعه 12. فخد وقتكم، وهتبقى جميله جدا يعني لو انتوا جاوبتوا على الاسئله دي. حتى لو ما بعتليش دور على الاجابه، مفيش مشاكل، وان شاء الله على يوم الخميس اكيد هبعت الريزلتس يعني بتاعت او يعني اجابات الاسئله دي. استاذ مصطفى اتفضل حضرتك. استاذ مصطفى حضرتك ممكن تفتح المايك. لو سمحت ممكن تبعتوا الاسئله دي على الايميل مكتوبه يعني. مفيش مشاكل، انا اي حاضر، انا اي حاضر، مفيش مشاكل. يا ريت الاسئله كل يوم كده تتبعت عشان نبتدي نسال نتابع عليها. شكرا جدا. انا اي حاضر حضرتك، شكرا حضرتك. اوكي نبتدي بقى ايه، نخش في الحاجه المهمه. معلش بس هستأذنكم، يعني هو حاليا في ناس رفعت ايديها، فاستأذنكم بس في حاجه صغيره يعني، هنوقف الاسئله بس شويه لحد ما ايه نتحرك كده شويه بس في سلايدات، واول ما نبتدي نعمل كودينج هيبقى الموضوع فيه انتراكشن من هنا لبكره الصبح. كيسكت او كوانتم انفورميشن ساينس تول كيت، ده يعتبر المين فريم ورك بتاع اي بي ام. اي بي ام بالمناسبه اول ما بدات تشتغل في الكوانتم كانت شغاله من زمان قوي، يعني يعتبر من اواخر التسعينات، او يعني يعتبر في منتصف التسعينات وهي مهتميه بالكوانتم، وكان يعني يعتبر من اوائل الكوانتم كمبيوترز اللي شغاله عليها كان اللي هو الماجنتيك ريزونانس يعني، او نيوكليير ماجنتيك ريزونانس. وكان في ديمونستريشن بسيط للكوانتم افكتس بتاعته، وكانت يعني كانت حاجه لطيفه. طبعا ما كانش باورفول قوي، ما كانش ليه يعني امباكت كبير، ولكن كانت ستيل كانت حاجه ساعتها. طبعا كان ليهم السوفت وير بتاعهم كل حاجه، بس طبعا كانت ما كانتش اوبن سورس زي ما اتكلمنا امبارح عن حاجات الاوبن سورس. ولكن مع مرور الوقت ويعني ابتدى يحصل بومينج شويه في يعني نقدر نقول في الاونلاين ليرنينج، مش بنتكلم على الكورونا بانديميك نفسه، ولكن في الفتره نقدر نقول مع بدايه ظهور كورسيرا وايدكس، يعني نقدر نقول من بدايه من 2011 او 2012 ابتدت تبقى في حاجات كتير افيلبل على النت للناس. فكان يعني تعتبر من القرارات الحكيمه نوعا ما، سواء من اي بي ام وفيما بعد معظم الشركات التانية زي مثلا جوجل، اللي هم يعملوا اكسبوزنج للسوفت وير بتاعهم بتاع الكوانتم، ويخلي الكوميونيتي ذات نفسه اللي هم يشتركوا فيه. لحاجتين، الحاجه الاولانيه ان حاليا في نقص، في شورتج محترمه في الكوانتم سوفت وير انجينيرز. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش كل الناس يعرفوا كوانتم، فانت لو حابب ان انت تديفلوب حاجه او حابب ان انت تطور حتى من نفسك، فانت مضطر اللي يكون عندك فيدباك على طول، وفيدباك من جميع الانواع ومن جميع الاتجاهات، سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف فيدباك. فمنين هتجيب البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك ده؟ هل مثلا من التيم اللي هم شغالين عليه، او مثلا زي من يعني لو هي مثلا هتعمل كوربوريشن ما بينها وما بين جامعه ثانيه، او وات ايفر البيزنس موديل اللي هم بيشتغلوا عليه؟ بالتاكيد مش هيبقى فيري افكتيف على اللونج ران، مش هيبقى فيري افكتيف. ف
هما عملوا اكسبوزنج لكيسكيت، كانت اول مره يعتبر يعني على ما اتذكر كويس كان في 2017 ابتدوا يظهروا كيسكيت قدام الناس. قبل طبعا كيسكيت كان في لايبريريز تانية كانت معظمها حاجات شغاله بالسي بلس بلس، ممكن يعني لو كتبت بس كوانتم سوفت وير على جوجل هتشوفوا حاجات كتيره يعني او لايبريريز كتيره جدا، اغلبها ساعتها كانت شغاله بالجافا بالسي بلس بلس، لكن كان برضو ترانزيشن كويس ان هم يستخدموا البايثون از ان انترفيس، لان من جوه في حاجات من جوه كيسكت مكتوبه ببيور سي بلس بلس علشان السرعه والميموري والتايم مانجمنت والحاجات دي كلها. ف طبعا طلعوا بكيسكت. كيسكت ساعتها كان يعني نقدر نقول ولحد دلوقتي نوعا ما، يعني دلوقتي ابتدت تختلف شويه الصوره، ما بقاش بس الاربع حاجات اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هي تيرا او اللي هو عنصر الارض، والاير اللي هو الهواء، والاكوا المايه، واجنس اللي هي النار. حاليا بقت في حاجات تانية جنبهم او بمعنى ده بقى في موديولز تانية، بس دولت الفور مين موديولز بتاعت كيسكت. تيرا او اللي هو العنصر الترابي، يعني تيرا ده يعتبر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يعتبر الفاونديشن بتاع كيسكت من جوه، في الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها علشان تشتغل عامه ككوانتم انفورميشن. يعني عن طريق تيرا تقدر ان انت تعمل كومبوزنج لحاجات مختلفه، الاوبريتورز مختلفه، الماتريسيز مختلفه، تقدر تعمل كومبلكس سيركتس، تقدر تعمل كل حاجه عن طريق تيرا. فوق كل ده كمان يعني بيكسبوز معاك حاجة اسمها البروفايدرز. البروفايدرز دولت او بمعنى دقيق ده اللي هو يربطك مباشرة بالـ APIs بتاعت IPM علشان تبعت السيركت بتاعتك للكوانتم كمبيوتر على الكلاود يعني. بلس كمان اللي هو في حاجة اسمها فيجواليزيشن، فيجواليزيشن تولز مختلفة علشان تشوف مثلا شكل السيركت بتاعتك، او مثلا تقدر تفيجواليز اليونيتري اللي انت شغال عليها، او مثلا حابب اللي انت تعمل بلوتينج للستيت او واتيفر الحاجة بتاعتك. ومن خلال تيرا الموديولز التانية اتبنت، يعني من غير تيرا الموديولز التانية ما اتبنتش. يعني نخش على اير يعتبر الاساس او الكور بتاع من جوه سي بلس بلس. تمام، اير بي بروفايد السيميوليتورز المختلفه اللي احنا هنشتغل عليها او هنشوفها النهارده. يعني مثلا في حاجه اسمها كيو اي اس ام او كازم سيميوليتور، في حاجه اسمها ستيت فيكتور سيميوليتور، وفي حاجه اسمها يونيتري سيميوليتور. الثري سيميوليتورز دولت يعني يعتبروا المين سيميوليتورز اللي احنا هنحتاجهم في السكول، اللي انت فيما بعد هتحتاجهم في الشغل بتاعك. اير بيوفر لك حاجه اسمها نويز سيميوليشن. تمام، يعني على سبيل المثال واحنا برضو هنشوف ده قدام شويه، انت علشان طبعا احنا ما شاء الله يعني حول العالم في اعداد كتيره جدا بتبقى شغاله على الكوانتم او حابه اللي هي تبعت السيركتس بتاعتها للسيرفرات، ف من الطبيعي اللي انت غصب عنك وانت بتبعت مثلا السيركت بتاعتك ممكن هتقف يعني هتقف في الطابور، هتستنى لحد ما الناس اللي بعتت قبلك تخلص، فانت هتاخد وقت يعني احيانا ممكن توصل لاربع وخمس ساعات على ما الدائره بتاعتك يتعمل لها رن يعني. ف مش اسلوب يعني مش هتبقى مستريح يعني وهتضيع وقت. فهم بيوفروا حاجه لطيفه جدا، كل ديفايس موجود على الكلاود ممكن ان انت تجيب الكاركترستكس بتاعته. اوكي، طبعا الكاركترستكس بمعنى كل الصفات بتاعته سواء مميزاته وعيوبه. يعني مميزاته اللي هو الشكل بتاع الهاردوير من جوه، الفيداليتي او يعني برضه هنشوف الحته دي في يعني 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 ايه ان الكيوبت سهل، الكيوبت ده كويس ولا لا، والايرورز بتاعتهم والكلام ده كله. دي تعتبر الكاركترستكس بتاعت بتاعت الديفايس، وبيسمح لك ان انت تعملها سيميوليشن على الكمبيوتر بتاعك. بس ستيل ده يعتبر حاجه اسمها كلاسيكال سيميوليشن للنويز، كلاسيكال سيميوليشن للنويز. اوكي، طبعا في الريل كيس الكوانتم سيميوليشن يعني الايرورز اللي بتبقى موجوده فيه بتبقى طبعا يعني اكبر شويه، ده رقم واحد. رقم اتنين وده الاهم، بتبقى رياليستيك اكتر.
يعني انت في النهايه بتعمل كلاسيكال سيميوليشن لنويز، لكن مهما كان الكلاسيكال سيميوليشن ده قريب جدا 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 يعني من اللي هيتعمل على على الكوانتم هاردوير، بس عمره ما هيبقى في نفس القوه بتاعته. ولكن اتليست اتليست هم بيوفروا لك القدره اللي انت تعمل موديلنج لل، او يعني على الاقل يبقى عندك تصور انا لو رنيت ده على يعني ان شاء الله على ما السيركت بقى بتاعتي يتعمل لها رن ممكن شكل الاوتبوت بتاعي يبقى طالع عامل ازاي، ونسبه الايرور عندي هتبقى عامله ازاي. مش كده وبس، انت بدل ما بتستخدم مثلا الايرور بتاع الديفايس، انت ممكن لو يعني لو عندك بقى كيف وانت يعني يعني يو ار ا فيزيست اصلا وفاهم كويس جدا يعني ايه كوانتم انجينيرنج او كوانتم او شغال في حاجه اسمها كوانتم مايكرويف انجينيرنج، وعارف يعني ايه مثلا حاجه اسمها ريلاكسيشن تايم، عارف يعني يعني ايه تتكاليبريت كوانتم سيستم، فاهم كويس جدا يعني ايه ميكست ستيت والدي كوهيرنس وشويه كده مسميات كده يعني هنشوفها مع بعض ان شاء الله. انت ممكن تبيلد موديل كامل او ممكن تسيميوليت النويز الخاصه بيك وتشوف النويز الخاصه بيك دي الكاركترستكس بتاعتها عامله ازاي وتبتدي تشتغل عليها. فانت ممكن تعمل اكسبيرمنت لوحدك تعيش مع نفسك تماما يعني. فاير في كابابيلتيز رهيبه جدا لابعد الحدود. حاجه اخرى ونوع من انواع الايرورز برضو اللي موجوده بعيدا عن الايرورز بتاعت الفيزيكس ذات نفسها، وانت بتميجر اصلا الحاجه طبيعي جدا بيبقى فيه ايرور وانت بتريد الحاجه. يعني ايه في ايرور وانت بتريد الحاجه؟ معظمنا يعني او يعتبر من سي مثلا من 30 سنه فاتت او 20 سنه مثلا، كان لما حد بيجي يدرس خاصه في هندسه لما بيدرسوا كمبيوتر انجينيرنج في حاجه اسمها ايرور كوركتنج كود. ايرور كوركتنج كود يعني ايه ايرور كوركتنج كود؟ الطبيعي اللي انت لما بتيجي تفتح الكالكوليتر على الكمبيوتر ومثلا بتكتب 3 زائد 3 طبيعي يطلع لك 6 على طول في ساعتها. طيب هل ممكن يطلع رقم غير 6؟ وارد جدا ان هو ممكن يطلع رقم غير 6. طبعا البروبابيليتي اللي هو يطلع لك رقم غير 6 يعني شبه مستحيله يعني، ولكن وارد الحدوث ده. طب ليه وارد الحدوث؟ جوه او يعني يعتبر معظم السي بي يوز دلوقتي سواء حتى القديمه او الجديده مبنيه على حاجه اسمها انتجريتد سيركتس او اي سيز. الاي سيز دي تبقى جواها لوجيك جيتس وكلها قريبه جدا 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 من بعض، والتكنولوجي مثلا التكنولوجي اللي موجوده حاليا شغاله او يعني البيست تكنولوجي حاليا اللي موجوده يعني السيكنس بتاع الترانزستور اوكي بنتكلم في حوالي 7 نانو 7 نانو متر تمام. فايه اللي يمنع ان مثلا مع مرور الوقت لو انا مثلا مدي للجيت دي لنفترض مثلا اللي هي نوت جيت على سبيل المثال، يعني لو انا مثلا مدي للنوت جيت دي انبوت 1 المفروض النوت تطلعه بزيرو تمام، لو احنا نتكلم على كلاسيكال كيس يعني. ايه اللي يمنع ان مثلا لو الديفايس ده لو سخن يحصل فيه مثلا ديسيبيشن للهيت وبدل ما يطلع زيرو راح مطلع لي واحد، حصل شورت سيركت وراح مطلع واحد؟ ده ممكن يحصل خاصه مع الهيت خاصه مع الرند لفترات طويله. فلذلك معظم مش معظم هي كل الاجهزه اللي احنا شغالين عليها حتى الموبايلات كل الكمبيوترات فيها ايرور كوركتنج سيركتس او ايرور كوركتنج كودز علشان تصلح اي ايرور ممكن يحصل بسبب الهيت اللي بتبقى موجوده او الديسيبيشن اللي بيحصل في الهيت داخل الديفايسز بتاعتنا كلها. حلو. فللاسف مع مرور الوقت دي بقت ستاندرد وبقى معروف اللي في حاجه اسمها ايرور كوركتنج كود، ويعني ممكن عادي جدا تخش الكليه وتخلص وتتخرج وانت ما درستش الايرور كوركتنج كود تمام. ولكن دي حاجه موجوده ومهمه جدا. وبرده في الكوانتم كومبيوتنج في حاجه اسمها ايرور كوركشن سيركتس او كوانتم ايرور كوركشن اوكي، لان احيانا وانت بتعمل ريدنج يعني مثلا الكيوبيت ممكن يبقى هيلسي جدا وتيجي تعمل الريدنج المفروض مثلا يعني لما تريد منه المفروض البروبابيليتي ان يطلع لك بواحد مثلا سي 90%، فبسبب الميجرمنت ايرور نفسها مثلا لو عاليه شويه بدل ما تبقى البروبابيليتي بتاعت الواحد 90% ممكن 63%، ففي 30% لص. ففي حاجه اسمها ريد اوت ايرور. فانت ازاي تكاليبريت بقى الايرورز بتاعت الريدنج تولز او الريدنج ابراتوس اللي انت شغال عليه او الاله اللي بتعمل الميجرمنت
للكيوبيت. برضو بكره ان شاء الله يعني في السيشن بتاعه السوبر او يعني السيشن بتاعه الكوانتم او الكيوبيت اركتكتشر عامه بتاعه اي بي ام، نيك فون هيتكلم كتير في الحته دي ويفهمنا برضو اكتر، ولو في اسئله اساله باستفاضه يعني. فمن الاخر اير او اللي هو الهواء ده بيبروفايد لينا كل السيميوليتورز اللي احنا محتاجينها، سواء كيو اس ام سيميوليتور او الكازم سيميوليتور، ده بيريترن او الريترن بتاعه عباره عن probabilities اللي هي زيروز والوانز اللي احنا متعودين عليها عادي، زي مثلا في كلاسيكال كومبيوتنج انت عندك صفر وواحد. الستيت فيكتور سيميوليتور ده زي ما انتم شفتوا كده مثلا واحنا بنشرح الميجرمنت، فانت عندك فيكتورز، فهو على اسم على مسمى ستيت فيكتور، فهو شغال على 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 فيكتورز. اوكي، في السيميوليتور الثالث، ولا هو علشان كده النهارده انا اتكلمت شويه على اليونيتري ماتريسز والهيرميشن ماتريسز، في حاجه اسمها يونيتري سيميوليتور بيشتغل لك او اللي هو بمعنى ده بيريترن ليك اليونيتري سيركت. يعني لو انت عندك مثلا اكتر من كذا كيوبيت وعندك اكتر من كذا جيت، ففي النهايه دي هتبقى ماتريكس محترمه كبيره. فلو انت مثلا عايز تشوف الماتريكس دي، عايز تعمل لها انسبكشن او تشتغل عليها، ففي حاجه اسمها يونيتري سيميوليتور. في سؤال؟ طيب ثانيه هنشوف. مصطفى عطلات اتفضل حضرتك. سامعني يا كريم؟ اه اتفضل حضرتك. ماشي، بالنسبه للجزء اللي هو بتاع السيميليتورز، ليه ما ينفعش مثلا اعمل سيميليشن للستيت فيكتور سيميليتور على ريل باك اند بس؟ يعني ليه دايما الكازم بس؟ انت ليه صرخت مره واحده لقدام كده؟ طب ما تصبر شويه، سيب الحاجات دي لقدام. خلاص تمام يعني. تمام، بس يعني هو الطبيعي ان انت وانت شغال على هاردوير او هاردوير حقيقي، تمام، يعني انت في النهايه لازم تعمل ميجرمنت. يعني انت بتدي له شويه جيتس او انت بتابلاي شويه جيتس، في النهايه انت الستيت، انت بعد ما عملت لها اكسايتمنت انت عايز بقى تنزلها بقى او يعني تعمل لها كولابس عشان تدي لك نتيجه في النهايه. الستيت فيكتور سيميليتور انت ما بتعملش فيه ميجرمنت، انت مجرد بس بتابلاي جيتس وانت عايز تشوف الستيت بتاعك او الكيت بتاعك في النهايه شكله هيبقى عامل ازاي. ف طالما انت عايز تشوف الكيت او الستيت فيكتور بس، ليه بقى انت يعني يعني لو هنتكلم لغه عاميه شويه، يعني هتزاول الناس ليه هناك في اي بي ام؟ هم هناك بيقولوا لك لو انت حابب ان يعني ان ريتيرن ليك بروبابيليتيز، هات لنا حاجه فيها ميجرمنتس واحنا نتفضل الحاجه. لكن لو انت عايز ستيت فيكتور، ما تشتغل انت بقى بالسيميليتر اللي معاك، او اشتغل بنمباي او ايا كان السيميليتر بتاعك. فطبيعي في هاردوير او يعني في كوانتم سيستم انت كان جراوند ستيت وبعدين نقلته لاكسايتد ستيت معينه، فالراجل عايز ينزل تاني للجراوند ستيت بتاعته بسبب ان انت هتعمل ميجرمنت في النهايه عليه. فالستيت فيكتور انت مش هتحط عليه، مش بتحط فيه اسمه ده ميجرمنت بس. يعني الفكره بس انا عايز اعرف النويز اللي طالعه من الجيتس نفسها. يعني انا مش عايز اشوف النويز اللي حصلت من الميجرمنت، انا عايز اشوف النويز اللي حصلت من تاثير الجيتس على الستيت. ايه المشكله؟ ما انت ممكن تعمل سبيسيفيكيشن لل يعني تخصص النويز اللي انت عايزها، تمام، على الجيتس بس، والميجرمنت بتاعتك تبقى عاديه. ايه المشكله؟ انت ممكن تبلد النويز موديل بتاعك براحتك، ما يعني انت اللي بتختار ده. يعني هي دي حاجه ادفانسد جدا طبعا، لو احنا عشان نوصل لها احنا بقى محتاجين يومين بحالهم او تو او حتى 3 سيشنز على ما نوصل لها. بس يعني في توتوريال بيسمح لك ان انت تبيلد النويز موديل بتاعك بكيفك انت اللي تقول انهي جيت تبقى فيها نويز وانهي جيت ما يكونش فيها نويز. فدي حاجه انت بتعملها بايديك. تمام اوكي، العفو حضرتك. في يوسف جبر، استاذ يوسف اتفضل حضرتك. حضرتك سامعني كده؟ اه تمام اتفضل. معلش ما عندي سؤالين بس. اول سؤال، حضرتك قلت ان الجيتس كلهم يونيتري ماتريكس، يعني بيدونا يونيتري ماتريكس، تمام؟ فده بيمبلاي يعني ان هو ده كلوزد سيستم، مظبوط كده؟ مش فاهم. يعني مش اليونت، يعني اليونيتري سيستم يقدر يقول لنا ان السيستم بتاعنا كلوزد ولا لا، ولا ملوش علاقه بان هو كلوزد؟ يعني
حضرتك اصلا كنت شرحت كلوز سيستم امبارح، ان هو قلت لنا كوانتم سيستم لازم يبقى كلوز طالما احنا ما عملناش ميجرمنت، مظبوط؟ اه تمام، ده على ما اظن كان دكتور احمد هو كان بيتكلم في الانترو. تمام مظبوط حضرتك، هو قال حاجه زي كده. اه تمام. اليونيتاري ماتريكس يقدر يقول لنا السيستم ده كلوزد ولا لا؟ يعني لا، هي مش فكره، يعني هو بغض النظر عن كوانتم كومبيوتنج، لو احنا هنتكلم ف يعني على سبيل المثال في تجربه شهيره جدا اللي هي بتاعه مايزنر افكت. لو انت عندك يعني قرص او اي حضرتك طب تمام حضرتك عارف في التجربه دي، لو انت عرضت القرص ده لدرجه حراره عاليه شويه هيفقد هيفقد الكوانتم ادفانتج بتاعته، هيسقط تاني وشكرا كده، مش هيقدر اللي هو يتحرك من غير اي ريزيستنس، صح؟ تمام. طيب ده معناه ايه؟ اللي هو بقى اكسبوزد لتاثير خارجي. لكن لو هو كلوزد سيستم مقفول على نفسه ما بيتاثرش بحاجه خارجيه عليه، اوكي، فهيفضل محافظ على الكوانتم بروبرتيز بتاعته ممكن الى ما لا نهايه. تمام طالما هو مقفول. فهي ده 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 ان جنرال. لكن حته اليونيتيري ليها علاقه بكلوزد او مش كلوزد، لا ما يعني لا ما اظنش يعني اللي هي كده. ده لو انا فاهم سؤالك كويس يعني. تمام. طب السؤال الثاني، احنا كده السيستم بتاعنا كوانتم كده ما بقيناش بنتعامل مع ديسكريت فاليوز، بقى كونتينيوس، يعني بقى كونتينيوس فاليوز بقى. احنا ما نقدرش نشتغل يعني ما نقدرش نشتغل كده، يعني ما عادش زي الكلاسيكال سيستم زيروز وانز ديسكريت، بقى عندي كونتينيوس سيستم، في يعني اقدر اقول 3 اوفر 4 و 1 اوفر 2 ويعني عندي كونتينيوس فاليوز عشان يبريزنت الداتا او اللي انا بعمل بعالجها يعني على البروسيسور كوانتم، مظبوط كده؟ مش فاهم. يعني السيستم ما بقاش ديسكريت، يعني ما بقتش اتعامل مع ديسكريت داتا، اقدر اتعامل مع كونتينيوس داتا براحتي، صح؟ يعني هو بيعالج كونتينيوس. بص تعالى كده ايه نحاول اللي احنا يعني، هو السؤال ده هيطلعني بره السيشن شويه بس. لو هيطلع بره السيشن خلاص. لا 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 لا، هو بكل بساطه 3 زائد 4 بتساوي كام؟ فاندم 3 زائد 4 بيساوي كام؟ 7. ما ينفعش نخليها 0؟ 3 زائد 4 0. ايه رايك؟ لا ما ينفعش. ليه؟ يعني طب بلاش 11 زائد 2 بيساوي كام؟ 13. ما ينفعش نخليها 1؟ لا ازاي، مش الساعه لما تبقى 11 وعدت عليها ساعتين بتيجي على 1؟ او حضرتك بتتكلم يعني على حسب الـ 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 المنظور، يعني انت شايف بيه الحاجه ولا ايه بالظبط؟ بص على حسب السيستم اللي انت شغال عليه، النمبرنج سيستم اللي انت شغال عليه، فانت بتجبر نفسك تمام على ريبريزنتيشن محدد. بمعنى لو هنيجي نتكلم مثلا على حاله بتاعه 3 4، لو انت عندك نظام العد بتاعك بيبتدي من 0 لحد رقم 6، حلو، طبيعي جدا لو انت عند واقف عند رقم 3 عد يعني بعد الثلاثة هيبقى 4 5 6، هتيجي عند السبعة، هل في سبعة عندك في السيستم؟ مفيش سبعة، هتضطر تروح للايه؟ للزيرو. تمام صح؟ مظبوط. صح ولا لا؟ حلو قوي. تمام، لو انت مثلا هنتكلم على نظام ثنائي، ماشي، زائد واحد هيساوي كام؟ الصوت بس بيقطع. بقول لحضرتك 1 زائد 1 بيساوي كام؟ الباينري سيستم يعني؟ اهو. زائد 1 زائد 1 هيبقى المفروض يعني 0 يعني كاري 1. اوكي، هتدي لك 0. احنا فكك من موضوع الكاري ده، هو هتدي لك 0 صح؟ ليه؟ لان انت بدات الزيرو تمام؟ ودلوقتي انت واقف عند الواحد. عايز تزود عليه 1، هتروح للاثنين؟ ما عندكش 2. هتضطر ترجع للايه؟ للزيرو، صح؟ مظبوط. تمام قوي. طيب ايه علاقه ده باللي انت بتقوله؟ علاقته كالاتي، على حسب عدد الكيوبيتس اللي موجوده عندك، فانت ممكن تريبريزنت كم معين من المعلومات. حلو؟ تمام. حلو قوي. طيب وعلى حسب البروبابيليتي
وركز بقى في الحته دي، على حسب البروبابيليتي بتاعت الستيت فانت ممكن توصل عند رقم معين. يعني مثلا يعني لو احنا هنتكلم انت عندك 5 كيوبيتس، فانت عدد البروبابيليتيز اللي ممكن توصل لها كام؟ 5 اس 2 اس 5 باين 32 باين. اوكي فانت عندك 32 احتماليه، في احتماليه من ال 32 دولت ممكن تبقى عاليه شويه، فانت هتاخد الاحتماليه دي تمام، وتشوف الاحتماليه دي هيطلع لك بيت سترينج او زيروز وحيد. شوف الزيروز والوحيد دولت تقدر تتعامل بيهم ازاي، او تقدر تحولهم يعني في حاجه اسمها بوست كلاسيكال بروسيسنج، او بمعنى ادق عشان اوصلها لك اكتر، هو انت الكمبيوتر بتاعك زي ما قلت مثلا في الاكزامبل بتاع الكالكوليتر 3 زائد 3 هيطلع لك 6، هل الكمبيوتر اصلا بيشوف ال 3 او بيشوف ال 6؟ هو ما بيشوفش الحاجات دي، هو انت بتدي له حاجه بيعمل عليها بروسيسنج عشان يحولها لصفر واحد، وبعد كده يخلص ويطلع صفر واحد، بعد كده الراجل بيعمل لك عليها بوست بروسيسنج وبيطلعها لك على شكل 6. انت هتاخد بيت سترينج تمام، والبيت سترينج ده انت هتعمل عليه بوست بروسيسنج على حسب البروبلم اللي انت شغال عليه. يعني ان شاء الله وانت باذن الله باذن واحد احد يعني في الايام القادمه هتلاقي مثلا ان في مثلا في بعض الالجوريزمات انت طلع لك صفر واحد، وانت البروبلم مثلا عندك بتحاول ان انت تدور مثلا على حاجه في داتابيز، فالصفر الوحيد ده انت لما تيجي تعمل عليها بوست بروسيسنج معين هتعرف مثلا تقول اه والله الصفر الوحيد ده انديكيشن مثلا للاندكس الفلاني، بس انت في بوست بروسيسنج بتعمله. فدايما يعني في اي كومبيوتنج سيستم في الدنيا انت عندك اه في انبوتس وفي اوتبوتس والحاجات الحلوه دي، بس انت لازم تبري بروسيس الانبوت بتاعك علشان البلاك بوكس اللي في النص ده يفهم يستوعب اصلا ايه اللي داخله عشان ما يتصدمش، وهو طالع برضو هو عشان هو مش عارف الدنيا فيها ايه، فانت لازم تتعامله على قد العقليه بتاعته، فلازم تعمل على بوست بروسيسنج علشان انت بقى ككريم او انا اسف مثلا كاستاذ يوسف جاب يقدر يتعامل معاه. تمام شكرا جدا حضرتك. العفو. نخش على اكوا. اكوا يعني ده يعتبر من الحاجات المحببه جدا لقلبي، يعني ده يعتبر من المين كومبوننتس بتاعت كيسكت، وحرفيا يعني اسمه على مسمى، لان الميه طبعا يعني هي اصل الحياه، وهما بصراحه يعني حرفيا خلوا الباكج بتاعت كيسكت كده كلها على بعضها تبقى ليها قيمه بجد بالنسبه لكل الفيلز المختلفه. طب ازاي ليها لازمه بجد؟ اول حاجه انت عن طريق اكوا ممكن تشتغل على اوبتمايزيشن بروبلمز، ممكن تشتغل على فاينانشال بروبلمز، ممكن تشتغل على كيمستري بروبلمز، ممكن تشتغل على ماشين ليرنينج بروبلمز، ممكن تشتغل على كومباينيتري بروبلمز، في حاجات بالهبل، ممكن تشتغل على سولفينج لينير الجبرا بروبلمز. فهي جميله جدا 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 جدا، ومبنيه على مين او بتستخدم ايه؟ بتستخدم تيرا علشان المين اوبريشنز بتاعتها، وبتستخدم اسمه ده اير علشان السيميوليترز اللي انت مثلا محتاج. احيانا في بروبلمز هتبقى مثلا محتاج البروبابيليتيز، فهتستخدم مثلا حاجه زي الال كيو اس ام او الكازم مثلا. في حاجات تانية ممكن تستخدم فيها الستيت فيكتور، فيستخدم مثلا الستيت فيكتور سيميوليتر وهكذا. اخر حاجه بقى خالص، وده يعني يعتبر ايه الليفل العالي جدا يعني شويه، اجنس او اللي هو النار تمام. الراجل ده او يعني الموديول ده بيسمح لك ان انت تبتدي تعمل كاركترايزيشن للاكسبيرمنت بتاعتك. يعني ايه كاركترايزيشن للاكسبيرمنت بتاعتك؟ اي كوانتم اكسبيرمنت في الدنيا في كده شويه حاجات اساسيه لازم تبص عليها. يعني مثلا حاجه اسمها الكوهيرنس، الكوهيرنس ده اللي هو قد ايه فضل الكيوبيت محتفظ بالاكسايتد او الاكسايتمنت بتاعته، او فضل مثلا موجود في الاكسايتد ستيت قد ايه، ووقت ما هو ما بينزل من فوق مثلا من الاكسايتد ستيت لحد مثلا سي اللي يرجع تاني للجراوند ستيت بياخد وقت قد ايه. ده رقم واحد. رقم اتنين الريد اوت ايرور نسبته قد ايه. طب لو انا مثلا عندي اوبريشن زي مثلا التو كيوبيت جيتس مثلا، المفروض في التو كيوبيت جيتس انا هنا بربط تو كيوبيتس مختلفين عن بعض، فاحنا ممكن نعتبرهم اللي هم يعني انت عندك سيستم اهو فيه مثلا زي 5 كيوبيتس مثلا يعني، ولكن كل كيوبيت لوحده ممكن يعتبر على انه سب كوانتم سيستم. فانت عندك فيه 2 سب كوانتم سيستمز يعني بتخليهم ايه يعني شبه مرتبطين ببعض. طيب هما لما بيجوا يرتبطوا ببعض نسبه الارتباط ما بينهم الكواليتي بتاعته قد ايه، وبيفضلوا قاعدين قد ايه على ما بيبقوا ايه مرتبطين ببعض. وفوق كل ده كمان الريد اوت بتاع اوبريشن مثلا زي السينوت او يعني هل هي كويسه ولا لا. ف اجنس بيسمح لك، في تولز من جوه بتسمح لك ان انت تشتغل على الكلام ده كله. بلس
ان كمان في حاجه اسمها بارس سكيدجول. زي ما قلت لكم ان الهاردوير من جوه بتاع الكوانتم كمبيوترز سواء للسوبر كوندكتنج كيوبيتس او الاين ترابس, انت بتجي لك حاجه اسمها مايكرويف بولسز. فالبولسز اللي تيجي دي ممكن تتحكم انت في السرعه بتاعتها او بمعنى ضغط الفريكوانسي بتاعها, وهي مين هيبتدي الاول. هل مثلا انت هتروح لوحده الاول, او في مثلا في كيوبيت هتابلاي عليه اوبريشن والكيوبيت الثاني يستنى شويه, ولا كلهم في نفس الوقت. فدي الفكره بتاعت البولس سكيدجول. يعني ده كده يعتبر انترو عامه للكيسكت او المين كومبوننتس بتاعت كيسكت. انا عارف ان احنا انا كده بقالي بتاع حوالي يعني ممكن نقول بتاع حوالي انا بدات كام واحده الا ربع ثلاث ساعتين, بقالي بتاع حوالي ساعه وربع بتكلم. ف يعني ممكن ناخد بالظبط ريست بتاع حوالي 5 دقائق او ماكسيمم 10 دقائق, و هنيجي بقى نبتدي نشتغل الجزء البراكتيكال. بس قبل ما نشتغل اي حاجه جزء البراكتيكال, هل في اي حد حابب يسال في اي حاجه عامه في السلايدز البسيطه دي؟ مفيش اسئله, خلاص تمام. في يوسف جابر يا كريم. يوسف جابر على ما اظن. طب ثانيه واحده. يوسف جابر. اوكي تمام. اوكي تمام. دلوقتي الساعة 2:03, فاحنا ممكن الساعة يعني 2:13 كمان او كمان 10 دقايق. يعني ثانية واحدة هست التايمر دلوقتي. ثانية واحدة. كمان بالظبط يعني ممكن نقول 8 دقايق. تمام. نستوب الريكوردينج بس الاول.